حرف الاي اذا سبقه حرف الجي او حرف الكي فانه لا ينطق. طيب حرف الاي لو جه قبله حرف الجي او حرف الكي في الحالة دي حرف الاي ده لا ينطق. طيب شوف مع بعض، جيتار جيتا جيتا. هنا حرف الجي جه وراه حرف الاي، عشان كده ما نطقتش حرف الاي، ما قلتش جويتا غلط، انما اقول جيتا جيتا. تمام، شوف المثال التاني، كاتخ كاتخ كاتخ، ما قلتش كواتخ غلط، لان حرف الاي لو سبقه حرف الكي في الحالة دي حرف الاي لا ينطق. كاتخ كلكا كلكا. طيب زي ما انتم ملاحظين حرف الاي سبق حرف الكي، عشان كده ما نطقناش حرف الاي. كذلك في كلمة كلكا اللي هو الاي دي سبقها حرف الكي، عشان كده ما تنطقش، ما قلتش كلكو ان، انما قلت كلك ان. كلكا كلكا. لونج لونج، ما قلتش لونجو غلط، انما قلت لونج لونج. ديج ديج ديج. كي كي، ما قلتش كوي غلط، انما اقول كي. مونج مونج مونج. تمام، يبقى نستنتج من كده ان حرف الاي لو سبقه حرف الجي او حرف الكي في الحالة دي حرف الاي لا ينطق.